وللحديث أكثر حول تزايد الإعدامات في إيران في ظل المطالبات الدولية بوقفها ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي. حياكم الله أستاذ محمد. السادة المشاهدين الأفاضل، أهلا بك أستاذ محمد. بداية، برأيك ما الذي يعنيه تزايد وتيرة الإعدامات خلال الفترة الأخيرة في إيران؟ هذا مؤشر على أن لدى طهران تخوف من احتجاجات قادمة في البلاد ردا على تدهور الوضع المعيشي، وطبعا المضايقات التي يمارسها النظام الإيراني ضد المواطنين بشكل عام من الفرس إلى غير الفرس بمستويات مختلفة في البلاد. وهذه الإعدامات يعني هي ظاهرة متكررة في إيران، كلما يرى النظام الإيراني بأن هناك حراك شعبي قد يتفجر في وقت ما يقوم بتعليق المشانق في الشوارع حتى يرعب الشعب، أملا من أن لا يخرج الناس إلى الشوارع ويتظاهروا ضد النظام. طبعا الحجج مختلفة لهذه الإعدامات، تتراوح بين يعني كما زعمت طهران اعتداء جنسي، البعض متهم بالقتل والآخر متهم بالمخدرات، وآخرين متهمين بالتواطؤ على الأمن القومي، يعني ملفات سياسية وغير سياسية. المهم أن إيران تستغل هؤلاء السجناء حتى تعدمهم وترعب الشعب. طيب، كيف يسخر النظام الإيراني برأيك القضاء الذي يفترض به أن يكون مستقلا، كيف يسخر هذا القضاء كوسيلة لقمع المعارضين؟ يعني القضاء الإيراني حسب الدستور يخضع للسيطرة المطلقة للمرشد الأعلى الإيراني، أي شخص واحد يتحكم بالقضاء في إيران، والقضاء الإيراني لا يخضع لأي رقابة لا من السلطة التشريعية أي البرلمان ولا الحكومة ولا أي جهة أخرى، ويخضع فقط لأوامر المرشد الأعلى الإيراني أي لشخص واحد فقط. من هنا هذا النظام القضائي يستخدم من قبل المرشد وأتباعه لقمع من يعارضهم حتى من داخل النظام نفسه، يعني من يسميهم النظام بالإصلاحيين قمعهم هذا النظام القضائي وصولا إلى الشعب، وصولا إلى الشعوب غير الفارسية وباقي أطياف المعارضة داخل إيران. هذا النظام القضائي يستخدم كسلاح ضد هؤلاء، وإيران يعني النظام الإيراني لا يمكنه التخلي عن هذا السلاح. دون هذا السلاح أي السلطة القضائية سيواجه مشاكل كبيرة وجمة داخل البلاد. والنظام القضائي طبعا بالتعاون مع السلطات الأمنية من وزارة المخابرات إلى الحرس الثوري والشرطة تعتبر هذه الأجهزة ذراع لمكتب المرشد الأعلى خامنئي حتى يتحكم ويحذف من لا يطيع أوامره، ولا ومن حتى البعض هناك من يوافق المرشد الأعلى في توجهاته ويعارضه في بعض التوجهات، فهو يستخدم هذا السلاح حتى يخضعهم لسيطرته. يعني هذه الأحداث التي تجري إلى أي مدى لربما كشفت الثغرات والقصور الذي يعاني منه النظام القضائي في إيران وضرورة تغييره؟ يعني هذه ضرورة التغيير منذ أكثر من عقدين يطالب بها أجنحة من داخل النظام الإيراني فضلا على المعارضة الداخلية والخارجية التي تطالب بإعطاء النظام القضائي استقلالية أكبر وحيادية وإبعاده عن التوجهات السياسية، خاصة توجهات المرشد الأعلى والحرس الثوري. لكنه حتى اللحظة جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، وحتى كان هناك محاولات داخل البرلمان الإيراني حينما كان يسيطر عليه الإصلاحيون حاولوا أن يكون هناك شيء من التغيير في بعض القوانين في البلاد، منها تعديل قانون الصحافة
وحذف يعني توجيه تهم من قبل السلطة القضائية دون الرجوع إلى هيئات مستقلة ويعني مجاميع محلية حتى بعدها يتم توجيه الاتهام للصحفيين وتحويل الاتهام الصحفيين من اتهامات جزائية واتهامات إجرامية إلى اتهامات سياسية. وحتى اللحظة خامنئي ومجلس صيانة الدستور الإيراني ومجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني يعارض كل هذه المؤسسات تعارض تمرير قانون الجرم السياسي أي تعريف المجرم السياسي حتى يتم محاكمته في محكمة عادلة محكمة حيادية. لكنه حتى اللحظة خامنئي وجماعته يصرون على أنه لا يوجد جرم سياسي في إيران ولا جريمة سياسية في إيران أو تهمة سياسية في إيران. جميع التهم تضع في خانة التآمر على الأمن القومي الإيراني والإرهاب أو تضع في خانة التهمة الجزائية أو الجنائية. فهذه إشكالية كبيرة في القانون الجزائي الإيراني. خامنئي والحرس الثوري لا يسمحون بحلها. طيب أستاذ محمد، كما تعلم هناك مطالبات ودعوات دولية من البعثة الدولية لتقصي الحقائق، خاصة دعوات للسلطات الإيرانية بالوقف الفوري، بضرورة الوقف الفوري للإعدامات ضد المعارضين. هل هناك أهمية حقيقية لهذه الدعوات، وهل يمكن التعويل عليها في أن تلجم لربما النظام الإيراني عن ممارساته؟ الحقيقة يعني هذه السنوات الماضية كل هذه المؤسسات أصدرت آلاف البيانات، لكن هذه البيانات في نهاية المطاف تستخدم، وهذه المؤسسات في الغرب خاصة تستخدم بياناتها وضغوطها كأوراق سياسية على طاولات مفاوضات تشكلها الدول الغربية مع إيران وتغايض بها إيران. هذه المؤسسات محاولاتها لا تتجاوز واقع الضغط لانتزاع امتيازات من النظام الإيراني، وأساسا النظام الإيراني لا يوالي أي أهمية لهذه البيانات ويقايض في طاولات سرية وغير سرية ويخلص نفسه من هذه الضغوط ويمارس الإعدامات. لا، أنا الحقيقة لا أرى أي يعني حتى واحد إمكانية 1% هذه الضغوط تغير من سياسات إيران أو تطرف إيران، هذا غير وارد نهائيا. يعني في هذا السياق، مع عدم تأثير هذه العقوبات الدولية المفروضة على النظام الإيراني، لماذا تتمسك واشنطن وحلفاؤها بعقوبات لا نفعلها ولا تأثير؟ لماذا لا تذهب لربما واشنطن إلى خيارات أكثر جدوى؟ الحقيقة الإدارة الحالية خاصة يعني إدارة بايدن سياستها معلنة، تريد العودة لما تسميه بالاتفاق النووي، وهناك مفاوضات يقال أنها سرية ولم تعد سرية، ويقال غير مباشرة وأنها مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكان في الدوحة وفي مسقط وحتى في بغداد وعواصم أوروبية أخرى، وحتى كانت هناك مفاوضات مباشرة في نيويورك بين المسؤولين الإيرانيين والمسؤولين الأمريكيين تحت غطاء اجتماعات الأمم المتحدة أو على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. فهذه الأمور تضع يمكن وضعها في ذر الرماد في العيون للتغطية على هذه المفاوضات والأخذ والعطاء الجاري بين طهران وواشنطن، أي تحديدا هنا إدارة بايدن، لأنه لا يمكن القول واشنطن لأنه هناك تضارب في وجهات النظر ومعارضة قوية من الكونغرس الأمريكي، تحديدا حزب الجمهوري ضد إدارة بايدن المتعاونة مع إيران. وأخيرا أيضا سمعنا بتحديد تحركات مالي مسؤول الملف الإيراني في وزارة الخارجية الإيرانية، وأنه متهم بالتجسس لصالح إيران داخل الإدارة الأمريكية وداخل وزارة الخارجية الأمريكية. فكل هذه الملفات تظهر أن إدارة بايدن رغم هذه الفضائح تستمر بأخذ وعطائها مع إيران، وهذه العقوبات وهذه الضغوط أيضا من جانب آخر هي غطاء لهذا التعاون، حتى تقول إدارة بايدن بأنها تمارس الضغوط على طهران وتسكت أو تسترضي جزء من الجمهوريين أو المؤسسات داخل الولايات المتحدة. نعم، مع إعلان المعارضة في إيران وقف العمليات العسكرية ضد نظام طهران، لاحظنا أنه تم تنفيذ عملية مسلحة في مدينة زهدان شرقي إيران. يعني بماذا تفسر أستاذ محمد هذه العمليات، وهل لربما أصبح الشعب يائسا لدرجة تنفيذ عمليات عسكرية دون الرجوع لتنظيماته؟
الحقيقة لا يمكن ربط هذه العمليات بالشعب. هذه العمليات التي تحصل الآن في جنوب شرق إيران لها علاقة بتوجهات باكستان الجديدة التي تتوجه باتجاه الصين بقوة، وتعتبر أوراق ضغط من الصين على إيران حتى تنتزع المزيد من الامتيازات منها، طبعا من خلال ذراعها في المنطقة، تلك المنطقة أي باكستان. وهناك أيضا نرى تحركات من أذربيجان ضد إيران، أذربيجان أيضا تحاول أن تضغط على طهران وتنتزع امتيازات من طهران، وهناك دعم من ألمانيا وكذلك الصين في هذه التحركات بالضغوط على إيران لانتزاع امتيازات لصالح الصين، ومشاركة إيران بشكل أكبر في مشروع الصين التوسعي المعروف باسم حزام وطريق أو طريق الحرير الجديد. والآن نرى أن العملية السياسية في العراق التي تعتبر امتداد للسلطة، سلطة إيران وسطوة إيران على العراق، الآن هذه العملية أصبحت في أحضان الصين بشكل أكبر. واليوم أو أمس كان هناك عقد بقيمة أكثر من مليار ومئة مليون دولار مع باكستان لشراء طائرات صينية، حتى لا يتهمون بأنهم عقدوا توافقات وصفقات مع الصين، عقدوها مع باكستان ويشترون طائرات من بالأساس هي صينية لكنها من باكستان، لكنه من باكستان. فهذه العمليات في جنوب شرق إيران يمكن وضعها في إطار الصراعات الإقليمية وتدخلات القوى العظمى، وليس استياء الشعب فقط. يعني الموضوع استياء الشعب هو مستمر ولا غبار على ذلك، لكنه العمليات من هذا النوع لا يمكن أن تحصل إلا بغطاء من أجهزة خارج البلاد، لأنها عمليات دقيقة، عمليات تحتاج تغطية، تحتاج لوجستية عالية ودعم دعم أمني حتى يمكن تنفيذها بهذا الشكل. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي، شكرا جزيلا لك.